تبارك الله الغمرة جات تشرب هذه دي الغنم ديال جيراننا الله يسخر لهم الناس اللي حاطين حدانا هنايا. الاخوان درنا ليه البنوات ودرنا ليه الشعوات ديال الكاليبتوس باش يتهز هذا باش نخوي الماء اللهم يسهل. تحياتي لجميع الاخوان نتمنى يعجبكم الفلوك بالنسبه للناس اللي يتفرجوا فينا ما ينساوش يخليو لنا الصفحه ديالهم اللهم يسهل. اش ديروا مع الماج؟ بغيت نعمر الحفار. ها؟ شكون اللي دار الحفار؟ باش دوز؟ الله يحفظك لالي خطيك. دابا تتقول لي زعما راك انت خدام. نديرو نقول لي الطريق. ها؟ ضرب حقك. هذا ما نسدو مو بشي حجر هادشي نسدو بالحجر يتوب عليك شي يجي الكاميو عاوتاني لقى منين يدوز تبارك الله على السيمور هادو اش كنت تخوي الماء في البوطة الكسيبة ضروري نخوي دابا البوطة باش نحطو هذيك البوطة ديال الطونت هي تحط ضروري باش ملي تجي سيتير سيتير فيه تقريبا 6 طون مازال خصنا شي جوج بوطات قول مازال تزيد البوطات اللي هنا كاين هذيك البوطة دابا كاين 4 طون هنا الكاميو اللي كتجيب شحال كتجيب ديال الماء كتجيب 6 طون 6 طون يعني خصك تجيب لها نيت 6 طون هنا تكون ديالك هنا موجودة مزيان ولكن غادي نجيبو غير شي 4 طن ولا ولا نتوما مع الجيران هما بدا ياخذوا 3 طن حنا 3 طن لان هاد الوقت هادي غنم ما غاديش تاكل بزاف لا لا دابا الشتا وهذا ما كتشربش بزاف الغنم ما غاديش تشرب بزاف ماشي بحال الصيف الله الطريبه شو ديال البطاطا ديال البطاطا ديال البطاطا تبارك الله شوف شوف كي داير والله تبارك الله مازال شاد الروح مازال شاد الزوكي مازال الربع يطلع تبارك الله ان شاء الله شبعان الكسيبة بعد شوية Yeah.